غلط غلط. هلا اقول لك ليه غلط. هلا عم بقول اه وعم بقول شيء كانه برافو. هلا ليه غلط. نسيم منه هون بس رح اقول شغلي على السريع. في عنده كنترول كثير نسيم على المسرح. الانترو كانت شوي ضعيفه بالفوت تبعه كان ضعيف كثير المغنى بس رجع زبط المغنى فجاه لاحظ على حاله ثبت حاله مزبوط وغنى حلو كان مرتاح كثير. بس بدي اقول شغلي لازم كمان يسمعها هو يسمعها الاساتذه بمعناه يعني انه يشتغلوا على موضوع صوته. نسيم على النوتات العالية صوته بيصغر بيضيق مثل كل إنسان عنده رينج معين بصوته بيكون صوته حلو فول أرموني في أرموني في نوتات وفي محلات صوته بيصغر في ناس على الواطي صوته بيصغر وفي ناس على العالي. نسيم على العالي صوته بيصغر لازم الأساتذة يشتغل على الموضوع يكبر شوي يكبروا له رينج صوته أكيد بالتمرين تزبط بس يمكن مش منتبهين له كتير أو لازم ينتبهوا له. انا ضد انه واحد يغني برات رينج صوته كتير يعني خاصه النوتات العاليه نجرب ندق فيها وبنرجع لها بس ما نبقى عليها دغري يبين صوته صغير. بس هالمره كان في كنترول ومغني حلو كتير. انا بالنسبه لي نسيم الاشخاص اللي بيعرف وين ديفو تبعه بيشتغل عليه فانا ام هابي ود نسيم يعني بحب الشخص المثابر.